إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين، وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم إليه لا محالة راجعون. عباد الله، كمال الأخلاق من كمال الإيمان، ونقص الأخلاق من نقص الإيمان. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن الأمور التي تبين حقائق الناس وعلو أخلاقهم تعاملهم في الطرقات، فلهذه الطرق حقوق تحفظ على الناس أخلاقهم وتديم الألفة والمودة بينهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أصول هذه الحقوق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. وفي رواية: فأعطوا الطريق حقها. قالوا، أي قال الصحابة رضي الله عنهم: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فللطريق حقوق كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصولها، فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر، فلا يطلق المرء العنان لبصره فينظر إلى نساء المسلمين، ويراقب الرجال أين يذهبون وماذا يحملون وما مع من يتكلمون. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: وكف الأذى، ويشمل الأذى القولي والفعلي. فبعض الناس يجعل نهاره للجلوس في الطرقات ومراقبة ما يحدث في تلك الطرقات، ويجعل ليله ليبث أذاه القولي في مواقع التواصل الاجتماعي. وبعض الناس لا يجلس هو، لكنه يطلق أولاده في الطرقات من الصباح إلى المساء، فتسمع من الأذى القولي ما لا نستطيع ترديده على المنبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ورد السلام. فرد السلام على من يلقي عليك السلام واجب بمثله أو بأحسن منها، وذلك في العبارة أو في الصوت. وأيضا من حقوق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي من الأمور التي تكاد تنعدم في مجتمعاتنا. ومن حقوق الطريق أيضا إماطة الأذى عن الطريق. ففي صحيح مسلم عن أبي برزة رضي الله عنها قال: قلت: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع بها. فقال صلى الله عليه وسلم: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، وفي رواية: فأخذه، فشكر الله له فغفر له. يعني من أجل شوكة في الطريق أو حجر غفر الله له ذنوبه. وفي صحيح مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، فإماتة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق كشوك أو حجر لا يقتصر على الماشي بل يشمل الراكب أيضا، فلعلك تكون في طريق سيارة وتلحظ حجرا أو خشبة قد تؤذي من يسير في الطريق، فتركب سيارتك وتزيح الأذى عن طريق المسلمين لوجه الله، لعل ذلك العمل هو الذي يدخلك الجنة. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمة حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وللطريق حقوق كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. وفي رواية البخاري: ودل الطريق صدقة. وسلامة جمعها سلاميات، وهي المفاصل والأعضاء، وقد قيل أن للإنسان 360 مفصلا. ومعنى الحديث أنه ينبغي للعاقل المستيقظ أن يتصدق في كل يوم عن صحة أعضائه ومفاصلها بما قدر من هذه الأمور التي ذكرت في الحديث، فيعدل بين اثنين. وأيضا يعين الرجل في دابته صدقة، ويتكلم بالكلمة الطيبة صدقة، ويكثر الخطى إلى المساجد صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة، ويهدي تائها أو أعمى عن الطريق صدقة. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث في سنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر أو الشوكة أو العظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. واسمعوا قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فهي وصية ربكم للأولين والآخرين. عباد الله، للطريق حقوق كثيرة لا بد لمن يستعمل الطريق من مراعاة تلك الحقوق. فمن حقوق الطريق ما يتعلق بالنساء، والخطاب يكون للنساء وأوليائهن. ففي سنن أبي داود عن حمزة بن أسيد الأنصارية عن أبيه رضي الله عنها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحرقن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها بها.
ومن حق الطريق ألا تسير المرأة في الطريق متزينة متعطرة. ففي سنن أبي داود وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا. ومن الأمور المنهي عنها في الطريق والتي تجلب اللعنة لصاحبها ما جاء في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. فقال معاذ رضي الله عنها: يا عبد الله بن عمرو، إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، وإنما إثمه على من قالها. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، والظل وقارعة الطريق. يعني ثلاث أماكن تجلب لصاحبها أو لوليه اللعن، وهي قضاء الحاجة في موارد الماء أو الظل الذي يجلس فيها أو على حافة الطريق. ومن أحكام الطريق التي يحسن التنبيه عليها أنه إن اختلف جاران في الطريق فإنه يحكم بأن يكون عرض الطريق 7 أذرع. ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنها قال صلى الله رضي الله عنها: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. وفي سنن أبي داود عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيها قال: غزوت مع نبي الله غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد لها. فمعنى تضييق المنزل أن ينزل بالقرب من موضع نزول أخيها من منزل نزول أخيه المسلم، بحيث لا يبقى له المرفد والمطبخ وموضع قضاء الحاجة، وهذا منهي عنها. ومن أحكام الطريق أيضا في يوم العيد أن يخالف المرء الطريق في العود من صلاة العيد. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ومن حقوق الطريق أيضا أذكرها على عجلة: التزام قوانين المرور في الطرقات سواء للسيارة أو للماشرين. ومن الحقوق أيضا وضع ممهدات نظامية لتساهم في تقليل الحوادث لا أن تزيدها. وللطريق أحكام كثيرة ينبغي علينا أن نتعلمها ونلتزمها ونعلمها لمن تحت مسؤوليتنا من نساء وأطفال. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يستعملنا في رضاها. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدأ فيه بنفسها وثنى بملائكته فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صلاحا في أنفسنا وصلاحا في أزواجنا وصلاحا في أولادنا وصلاحا في والدينا وصلاحا في علمائنا وصلاحا في ولاتنا، أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا برحمتك عذاب الجحيم، واجعل منازلنا ووالدينا وجميع المسلمين
في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.